ويسلا نيوز جريدة إلكترونية تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. ديالي الوان عزيز فنان نحات من مدينه مكناس. اليوم جاتني ويسلا نيوز بواحد الزياره مفاجئه صراحه. انا كسرني هذه الزياره. هذه هي الاتولي ديالي. ممكن دير واحد الدوره عليها ان شاء الله؟ راه غادي نشوفوها اليوم. كما قلت لكم غادي نقدم نفسي ونقدم بعض الاعمال اللي درتها والدلالات ديالها. ومرحبا بكم، مرحبا بويسلا نيوز. اليوم ان شاء الله انت كما كتشوفوا عندي واحد ستاتيو ولا واحد مشروع جديد اللي عطيت له عنوان ديال العزيمه، اللي هو تيرمز ولا تيرمز لواحد الوجه ديال الانسان، ولكن انا ركز بالضبط على النظرات ديالو اللي كتبين ولا اللي كتعطينا واحد الايحاء بان كاين واحد العزيمه. هادشي اللي كاين. المشروع اخر اللي هي المراه العالم. المراه العالم اللي هي رمز ديال الانوثه، اللي وسطها كاين ساريه العالم اللي هي كتهز لنا هاد الرايه ديال اللي كتهز لنا الرايه. جات الرياح النسويه هي اللي حركت لنا الرايه المغربيه وخلاص هي كترمز كما قلت الانوثه. ولتحت درت الشربيل اللي هو كيرمز الصناعة التقليدية. إن شاء الله مازال غادي يكون بزاف المفاجآت وبزاف ديال والجديد ديما. بالنسبة للتولي ديالي كنحاول الفكرة ديالي في الإنتاج أنني نستغل المواد الأولية 100%. ما كنحاولش يعني نستغل تقريبا اللي كيشطري هذيك لي شوت مثلا كنستغلهم، يعني المادة الأولية كنستغلها 100%. وما كنلتزمش بالضبط غير بالمعدن، كندمج ما بين مجموعه من العناصر من الحديد، الخشب، البلاستيك، الزاج، يعني اي ماده ممكن تعطيني واحد الالهام ديال شي مشروع ولا شي فكره. ما كنركزش بالضبط على ماده وحده. هذه هي السياسه ديالي في بالنسبه للمنتجات اللي كندير. ويسلا نيوز جريده الكترونيه تنقل لكم الحدث بالصوت والصوره.